كناش متوقعين ملي كتسمع أباردون وحش. هي اصلا كان الهدف الوحيد اللي باغا مسكينه كتقاتل عليه صباح وليل هو الدار. عانات بزاف باش كبرات الوليده، شوف ديور الكرا، وكتعرفي فنان بان راه ما كيخدمش ديما، ما عندوش شي مدخول شهري ولا هذا، مره خدام مره مريح. عانات كتقاتل من هنا باش جبدات رزق، وربي كبير الحمد لله. وكيف وقفوا الفنانه كنتمناو يكون التضامن ان شاء الله مع الفنانه، وديما يكون فحال هكا باش الله يتفكروا الفنان. هذه كانت فرحه كبيره ما نكذبش عليك، اللي فرحات بها العائله وكل شيء. قول لها الله يخليك، الله يخليك لينا، الله يعطيها الصحه والسلامه ان شاء الله، حتى تشوف الحاجه اللي تمنات والحاجه اللي كانت كتمنى لينا وكتمنى لها هي. الحمد لله بدات وحده منهم غتحقق وحده منهم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.